يمكن احنا كان التعليم مش هو بس اللي كان بيرفع الحالة المعنوية، احنا كانت في حالة معنوية بصراحة في الفترة من 67 ل 73 في حالة معنوية عالية جدا. التعليم كان بيقوم بدور، كنا بنشوف في الإرشادات اللي موجودة على الكراسات والكشاكيل اللي كانت بتتسلم لينا، ويمكن احنا حتى الفترة قريبة لحد الثمانينات كانت ما زالت الكتب والكراسات والكشاكيل الغلاف الأخير منها عليها مجموعة من التوجيهات والإرشادات اللي موجودة للطلاب يعني. خليني اقول لك كمان الفن كان ليه دور كبير جدا جدا في خلق حاله وعي غير عاديه. تذكر ان ام كلثوم كانت بتحيي حفلات كان ايرادها بيروح للمجهود الحربي، ضعفت الحفلات بتاعتها، كانت عندها حفله كل شهر، عملت حفله كل اسبوعين. عبد الحليم حافظ كل حفلاته كان للمجهود الحربي، معظم الفنانين كانوا بيدفعوا جزء من اجورهم للمجهود الحربي. خليني اقول لك كمان الحاله دي خلقت عند المواطن العادي، شفنا المصريين في المصانع كانوا بيتبرعوا بجزء من أجرهم اللي بيقبضوه للمجهود الحربي، شفنا طوابير الناس من يوم 6 أكتوبر وهم بيخرجوا الممتلكات بتاعتهم الذهبية بيتبرعوا بيها للمجهود الحربي، وشفنا الطوابير بزحام غير عادي. حضرتك حضرت حاجة من 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 الأيام دي تحديدا أو شفت ده رؤى العين؟ انا يعني انا عارف لحضرتك مش كبير قوي يعني يمكن انا في او اللي كان بيقص لحضرتك من الوالد الجدي، انا يمكن في 73 كان لسه عندي 3 سنين و3 شهور فكنت لسه مش بميز، بس اللي كان بيتحكي بعد كده انا يمكن من ابناء احد المحافظات، من ابناء محافظة الشرقيه، والمركز بتاعنا القريه بتاعتنا على طريق من الطرق الحربيه بيقولوا عليها طريق حربيه يعني. الطرق الحربيه دي يمكن جدتي كانت تحكي لنا دايما انه لما قامت الحرب وقبل الحرب بشويه كانوا دايما الاهالي المواطنين البسطاء في القرى لما يجوا يخبزوا في هو ده اللي انا عاوز اوصله في البيت، كانوا ازاي بيتعاملوا فيما يخص الغذاء. يعني كانوا لما يجوا يخبزوا في البيت فكانوا جزء منهم للناس اللي بتاكل للناس في البيت، وجزء تاني يطلعوا بيه السيدات بتطلع بيه على الطريق لو في قول مثلا من الاقوال العسكريه معدي فيدوهم الجزء من المعونه بتاعتهم. شوف انت بتقسم اللقمه بتقسمها بشكل حقيقي بينك وبين المقاتل اللي رايح الجبهه. دي حاله على فكره حاله غير عاديه، بتخلق روح معنويه عند المقاتل عاليه جدا طبعا، وبتخلق روح معنويه عند المواطن نفسه عاليه جدا. يمكن كان من الحاجات اللي رحمه الله عليه اللي هو طلعت موسى حكاها لي، هو كان موجود في احد الكتائب اللي موجوده في الفيوم، قال احنا كنا في الشتاء الناس كانوا بيجيبوا البطاطين بتاعتهم لينا واحنا في التدريبات. يعني هما كانوا في الفيوم في عمليات تدريب استعداد للمعركه، وعلى فكره تدريب الاستعداد للمعركه ده كان شيء ملحمي غير عادي. ده في دهشور، ده انا عايز اقول لحضرتك شيء ملحمي غير عادي، لسبب لان انت اتدربت على معركه 3 اضعاف المعركه الحقيقيه. صحيح، فده خلاك لما دخلت المعركه حققت المعجزه الحقيقيه اللي هي انه الجندي ده صعب ان انت تقيسه باي مقياس من المقاييس العسكريه، مقاتل المصري ده. فالحاله دي كانت موجوده عند الاسره اللي ربت ولادها على ده ان الارض عرض، وكان موجود عند المواطن اللي مش موجود على الجبهه انه اللي موجود على الجبهه ده انت لازم تحمي ظهره. صحيح. فالحاله الملحميه دي حاله بجد احنا لما بنيجي نسمعها من ابائنا وامهاتنا واجدادنا بقى بصراحه اللي عاشوا بقى، انا يمكن عارف اللي حضرتك بتقوله ده بيخلي الواحد وهو قاعد هو فخور بمصريته، فخور اللي هو يعني جدوده ونقول اهلنا بقى كان هو ده التعامل ما بيننا وما بين بعض. اللحمه قصه حقيقيه وملحمه حقيقيه. انا عايز اقول لك يا احمد حاجه، يمكن مواطن بسيط كده قابلني مر، هو كان رحمه الله عليه حكى لي قصه، هو كان من الارياف برضو وكان في قوات مسلحه من ضمن اللي اتدربوا على الصواريخ الملوتيكا. صواريخ الملوتيكا دي كانت احدث حاجه احنا دخلناها المعركه، واستخدمت في ضد الدبابات باحترافيه شديده لدرجه ان الروس نفسهم اللي صنعوا صاروخ هم نفسهم ما كانوش مصدقين ازاي بيحصل ده، لانه صاروخ بيتم التحكم فيه يدويا علشان تصيب الهدف، وثلاثه بيشتغلوا على الصاروخ. عايز اقول لك انه حكى لي مره قال الرئيس سادات مره زارنا على الجبهه، وهو في حواره معانا فقال لنا جمله مهمه جدا، قال لنا بصوا يا اولاد لما يبقى في واحد في جلابيته بقعه مش نظيفه اول حاجه يعملها ايه؟
قالوا له يغسلها علشان ينظفها عشان الجلابيه كلها تبقى نظيفه. قالوا في بقعه عندنا لازم ننظفها. الله. دي كانت الرساله اللي كان القائد الاعلى للقوات المسلحه لما بيزور الابطال كان دايما هو رئيس السادات يقول لهم يا اولادي. صحيح. فعايز اقول لك الحاله دي الروح دي الروح دي اللي خلقت النصر. وهي الروح دي لان انت وقت القتال على الجبهه ما بتعرفش تفرق ما بين الضابط وما بين الجندي لان بالتأكيد. بيبقى الكل على قلب رجل واحد، الهدف الاسمى ليه فقط هو الحفاظ على الارض والحفاظ على الارض.